السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم واموركم؟ نتمنى ان شاء الله تكون كامله بخير وعلى خير. اليوم البنات ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلوه البنات، كتوجد في 10 دقائق كتكونوا واجده البنات الوقيته فاش كتكونوا كتعمروا كويس ديالاتي تكون ان شاء الله هذه الحلوه واجده. صراحه البنات هذه الحلوه غزاله وانا من المحبين ديالها، واللي كتبغيها هكا بحالي تفرج في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم البنات عندي تما بيضه وحده، عندي البنات هنا خماره ديال الفاني وحده، غادي نخلطهم مزيان مزيان البنات بحال هكا بفات الفوي ولا بالطراب اليدوي. صافي غادي نخدمهم مزيان مزيان. بغيتو البنات هاد الحلوه تخدموها بيديكم كيبقى لكم الاختيار، ولكن صراحه يعني ما كاينلاش راه غير بالفوي رقه ديال الغراض. عندي البنات هنايا 4 د المعالق ديال السكر كبار. صافي البنات المهم غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى غادي تذوب ليا داك الحبيبات ديال السكر هكاك. المهم البنات الصراحه هاد الحلوه راه كتجي زوينه زوينه بزاف. المهم انا البنات هاد الحلوه هادي راه من المحبين ديالها. كتشوفوا البنات راه تقريبا نص كاس ديال الزيت البنات، المهم ماشي نص كاس يعني كامل، دايره هكا تقريبا شي 5 هكا د المعالق ديال الزيت ولا 6. صافي هنا البنات غادي نبقى هكا نخلط مزيان مزيان حتى غادي يتجانس ليا داك الزيت مع السكر. هنا البنات ضفت نص كاس ديال الماء، صراحه البنات كتجي فنه فنه فنه، وهذاك الماء يعني واخا كتجي من السما وفيها المذاق زوين بزاف بزاف. كنتمنى البنات ان شاء الله تجربوها. هنا البنات غادي نبقى نضيف هكا الدقيق على حسب البنات القياس. انا البنات ما نقدرش هكا نعطيكم بالضبط شحال خدا ليا، راكو عارفين على حسب حجم البيض والطحين، فما غاديش المهم غادي تحصلوا على القوام اللي غادي تشوفوا معايا في الاخر. صافي فاش تحصلوا على داك القوام هذا كتحبسوا من الدقيق. هنا البنات صافي بدا كيتقال ليا هكا الخليط، غادي نحيد هذا الفوي هذا. صافي غادي نبقى هكا نخدم غير بيديا باش نتحكم في القوام اللي بغيت. صافي هنا البنات غادي نبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه هكا البنات كي كتشوفوا معايا. صافي غادي نبقى ندخل هكا الدقيق، صراحه البنات كتجي فنه فنه كي قلت لكم. وهنا البنات كي كنقول لكم كالعاده شاركوا معايا عفاكم في القناه وفعلوا الجرس وخلوا لي واحد اللايكات اللي زوينين بحالكم، كومونتيرات واي وحده دخلات وتفرجت في الفيديو ما فيها بس هكا تخلي لي لايك، راه البنات والله ما كنتخلص ولا داك اللايكات ما حتى شي حاجه. اصلا البنات انا يلا بادي يعني في هذه القناه راه مازال حتى شي حاجه ما شفت، يعني مازال باقي لي سنين يلا عادي الا نشوف هكا شي حاجه. المهم البنات انا غير بغيت هكا القناه ديالي حتى هي تكبر وتطلع بحال كاع القنوات الاخرين، ونفرح هكا شفت انا عندي المشاهدات وشفت انا عندي لايكات. شكرا البنات والله العظيم، الله يسهل عليكم الله يفتح لكم بيبان الخير. كي كنقول لكم واخا ما كنعرفكمش وما كتعرفونيش، هاد الدعوه هذه راه كتكون موجهه لاي وحده اي وحده ولا اي واحد ولا المهم اللي كانوا دار لي ابوني ولا لايك ولا كمل لي هكا الفيديو. هاد الدعوه هذه كتكون من النصيب ديالو، الله يفتح عليكم البنات بيبان الخير وعليكم كاملين للاخوان للاخوات على الجميع يا رب. صافي البنات هنا بعد ما الشوره راني قسمت العجينه على جوج هكا، نص دخلت فيه داك الخنيشه ديال الكاكاو، غير خنيشه وحده خدات ليا، نص خليته هكا بيض. صافي البنات غادي نبقى هكا غادي نديرهم هكا حربولات بحال هكا كتشوفوا. غادي نشد هذيك اللاطه هذيك اللي عندي انا ديال صافي ديال المهم كندير فيها البسبوسه كندير فيها الكيكه، غادي نبقى هكا نحربل وغادي ندير على القياس ديالها غادي نعبر وغادي نبقى نقطع. صافي كيما شفتوا درت حربول هكا بيض، دابا هنايا غادي ناخذ هكا عاوتاني شويه وغادي ندير حربول هكا يعني في ديال الشوكولا. هانتوما البنات غادي نعاود معكم هادو، شوفوا راني كنعبر بحال هكا باش كتجيني على القياس. صافي وكنقطع بحال هكا وكنحطها هكا حدا اختها كنلصقهم. صافي هكا البنات كي كتشوفوا معايا هانتوما البنات. صافي غادي نبقى غادي بحال بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي. المهم هنا البنات عاوتاني غادي ناخذ هكا حربول في البيض. صافي غادي نعبر كي شفتوا هكا. المهم كاينه طريقه اللي بغيتو تعبروا البنات من برا، بغيتو هكا تحطوها حدا اختها وعاد تقطعوا كيبقى لكم الاختيار. المهم البنات انا من بعد ما كملتهم كاملين بنفس الطريقه هانتوما كتشوفوا البنات. صافي هنا البنات غادي صافي البنات المهم بعد ما كملت كي قلت لكم هذاك الحربول، صافي انا هنا البنات دخلتها طيب من بعد ما طابت البنات. هذا هو اللوين ديالها، صراحه كتجي البنات غزاله فنه البنات.
نتمنى ان شاء الله يجربوها البنات. صافي انا حطيت البنات على ديك الخشبه هكا حيت كانت اللاطه مازال سخونه، فخفت هكا تحرق لي داك الميكا ديال الطابله، فحطيت على داك الخشبه. المهم البنات حنا كتدهنوها هكا بالكونفيتير، الكونفيتير ديال المشماش. صراحه البنات هاد الحليوه كتجي فنه صراحه، حمقاتني انا وبغاوها لي هكا حتى وليداتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه، يعني تزيدوا فيها داك نص كاس ديال الماء، صراحه كتجي غزاله وزوينه ولذيذه. هنا البنات كي كتشوفوا معايا راه باقا سخونه، راه يلا خرجها من الفرن، راه الفوار مازال كيطلع منها. صافي دهنتها مزيان مزيان بالكونفيتير ديال المشماش باش كتشرب داك الكونفيتير وكتجي هكا رطبه وعاطيه داك المذاق. المهم البنات يمكن لكم في التزيين تزينوا باي حاجه بغيتوا. هنا صراحه انايا كنفضل هكا يعني الكوك جوز الهند، يمكن لكم ديروا كاوكاو، يمكن لكم ديروا لوز ايفيلي، كاوكاو كونكاسي، لوز كونكاسي، يمكن لكم ديروا هكا شوكولا فيرميسيل، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. ولكن البنات انايا كنفضل صراحه كنفضل هذا، كنفضل الكوك ولا جوز الهند. صراحه كيجي المذاق كيتواتى مع داك المربى ديال المشمش، مع الكونفيتير ديال المشمش، صراحه كتجي فنه. المهم البنات نتمنى ان شاء الله تجربوها، وكي كنقول لكم البنات عافاكم خليوا لي لايكات، كملوا لي الفيديو حتى الاخير. راه كنحاول البنات ندير هكا فيديوهات قصارين باش هكا ما تملوش منهم. مع ذلك البنات ما كنلقاش نهائيا عندي المشاهدات، والله البنات الا كنضرب تماره في هذه القناه وكو عارفين التماره ديال التصوير، تماره ديال الماعن، تماره ديال هذه، ولكن البنات في الاخر ما كنلقاش هكا المشاهدات نهائيا. وكنبغي هكا نحبس من القناه وكنقول صافي، ولكن كنرجع كنقول نتوكل هكا على ربي سبحانه وتعالى، هو اللي غادي يسهل. وبالدعم ديالكم البنات ان شاء الله غادي نوصلوا، وربي حتى نتوما غادي يسهل عليكم ويحقق لكم داكشي اللي نتوما ناويينه في خاطركم. صافي هنا البنات غادي نقطع معكم هكا باش غادي تشوفوها. صراحه هانتوما تشوفوا البنات راه المصارحه كيدوز فيها بسهوله، راه جات فتيه 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 بزاف. راه الاغلبيه منين كنت هكا كنقطع راه شحال من وحده هكا. البنات هنايا من بعد ما كنت كنقطعها هكا صافي راه اغلبيه ترسوا لي البنات، جات صراحه فتيه جات غزاله. صافي البنات هذا هو الشكل ديالها النهائي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو داك الكارويات هكا، وحده بيضاء وحده يعني ديال الشوكولا، وحده كحله وحده بيضاء، صراحه كيجيو فنين البنات. نتمنى ان شاء الله البنات هاد الحلوه هادي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايك. خليتكم ان شاء الله في الراحه، بسلام عليكم.